يعني في الجيل الرابع والخامس في ناس بتتلخبط. حتى رواد الجيلين اللي هم اكثر منظرين يتخانقوا، يعني بتاع الجيل الرابع لما راح للجيل الخامس قال لك لا ده بتاعي، ده انت ما جبتش جديد. لدرجه ان انا في باحثه الماجستير بتبحث في الموضوع ده يعني في احد الكليات، كانت مشكلتها ان ما فيش دكتور مقتنع ان في حاجه، يعني ان في حاجه اسمها جيل رابع يتعمل فيه بحث. فلما تواصلت معايا قلت لها لا ده يتعمل فيه بحوث، ده في يعني في ناس معتقده ان هو مجرد كلام نظري. لكن يا فندم يعني دلوقتي الحقيقه، وكمان زي ما تابعنا حديث سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، دلوقتي تشكيل الوعي بقى يعتبر مهمه من مهمات تدريب واخراج فرد مقاتل، زيها بالظبط زي التدريبات البدنيه والقتاليه وما الى ذلك. بس احنا دلوقتي امام شقين، اولا تدريب او مهمه تدريب او اخراج فرد مقاتل، وايضا كمان لازم يكون في تشكيل وعي للمواطنين. بالفعل اولا خلينا نفتكر ان العراق سقطت ولديها جيش قوي بدون ان تطلق طلقه واحده. صحيح. بمجرد ان احد القنوات اذاعت ان يعني تم سقوط مطار وما كان لم يسقط بعد، فالشعب انهارت معنوياته. فلو المقاتل ما عندوش الوعي مهما كان كفاءته القتاليه هيهزم بدون طلقه واحده. تاني حاجه ان هو بيفصل الحدود ما بين المدنيين والعسكريين، فممكن الجيش نفسه يتحارب من شعب نفس البلد. نفس البلد نفسها، وبعض الشعارات المسيئه اللي رفعت في 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 مطلق علي الربيع العربي ضد الجيوش كان من ضمن ده، ان تهزم معنويا من شعبك طبعا من خلال ناس سواء كان مضلل بيهم او هم عملاء بالفعل. طيب المواطن نفسه، ما هو عندنا في مصر معظم الشباب اللاقين بيدخلوا التجنيد. الضباط واللي كان بيكلمهم الرئيس عبد الفتاح السيسي بينقلوا الخبره دي وتحصين الوعي لجنودهم. الجندي ده لما بيخلص جيش بقى مؤهل ومحصن. الجندي ده المفروض ان بينقل اللي هو عرفه لدايره معارفه واصدقائه واسرته بما فيهم البنات اخواته، هيقول لهم يعني لان كلنا مستهدفين، مش فكره عمليه تراكميه. عمليه تراكميه، الله يفتح عليك يا حسام. العمليه التراكميه، الرئيس من يوم ما تولى القياده ومن هو وزير الدفاع الحقيقه وهو في كل كلماته بينشر وعي مره واثنين وثلاثه، وفي كل حفل تخرج بيسمع اللي موجودين اللي هم الخريجين والدفعات الاخرى، وبينقل من الاعلام، وزي ما احنا بنعمل كده يعني بنغطي أكيد. وغيرنا من هم افضل بيتحدثوا يوصل المعلومه. اللي ما وصلوش المره دي وصلت المره اللي فاتت.